مساء الخير. الموت هو مصير كل كائن حي، مصير كل فرد منا، لكن التطور الطبي والعلمي جعل الموت يتحول إلى أمل ومحبة للعديد من المرضى من خلال هبة بيقدمها إنسان فقد حياته. أثمن هبة بالكون هي هبة الحياة، فكيف إذا قدمها إنسان إلى آخر؟ عملية وهب الأعضاء، أو إذا فينا نسميها عملية وهب الحياة، هي عملية نبيلة ناتجة عن انعتاق الإنسان من أنانيته لينطلق إلى العطاء من ذاته بروح من المجانية المنبثقة من روحانية الصليب، حيث قدم المسيح ذاته فداء عن البشرية. فالمانح أو العاطي ما بيكون عم يمنح ببساطة شيء من جسمه، بل عم يعطي جزء من ذاته. حلقتنا اليوم عن وهب الأعضاء، فشو في أجمل وأعظم من أنه يقرر الإنسان وهو بكامل وعيه وحريته أنه يوهب ذاته بحال انتقاله من هالحياة ليلي بحاجة، من دون حتى أنه يعرفهم ومن دون أنه يتلقى بالمقابل شي منهم. شو في أعظم من أنه يوهب الإنسان ذاته من أجل حياة إنسان أو من أجل الإنسانية؟ بصرنا نبلش هالحلقة مع أول رجل بلبنان وبالعالم العربي عايش قصة وهب الأعضاء، ومن بعد قرار زوجته ران يلي كانت الأولى باتخاذ هالقرار أول ما عرفت بمرضها. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي الشمالي. متأهل، ميرسي. خبرنا شو اللي صار أول ما عرفت أنه مرتك أخذت القرار أنه بدها توهب أعضائها. كانت مفاجأة كبيرة، ما كنت منتظرها. كنا كلنا ناظرين أنه الصح وترجع على البيت، بده يكون حسيت أنه ما رح تخلص أو شيء، وطلبت هالطلب وأنا أخذته باستلشاء أول شيء أنه بتصح وبترجع على البيت. مال الرجل شو كان مرضها على المزبوط؟ كان ما تمار صغيره براسها، و على اساس الحكيم بيعمل عمليه بسيطه وبترجع على بيتها. تطورت الاوضاع، صار معها نزيف اول مره وثاني مره وثالث مره. بين الثاني والثالثه، ثاني عمليه وثالث عمليه، اخذت القرار. قالت لي شو ما صار انا بدي اوهب اعضائي. قلت لها رح تصحي وترجع على البيت. مال الرجل ما تعطى الهام. كانوا بهالوقت اولادها عم يرتبوا لها اوضتها عم يزبطوها على اساس خلص ثالث عمليه بتنجح نجيبها على البيت. مع الأسف هيك صار، وأنا اضطريت نزولا عند رغبتها وافق على هالشيء النبيل اللي طلبته. بس هاي شغلة ما كانت واردة عندي أبدا، ما كنت أفكر فيها. طب هي كيف فكرت فيها، علما أنه هي مثل ما ذكر وقلت لنا أنه هي العملية الأولى من نوعها بلبنان لشخص متوفي، كيف تفكرت بهذا الموضوع؟ هي أنا بشتغل بالمطار طيران يعني، وهي كانت تشتغل أوتاس بالماضي بيرمي وشايف بده يكون برا، سامعه برا او حدا من اصحابها حكي لها، بقيت بدهنها. لان انا كانت مفاجاه لي انا يعني، كمان ما حبيت اخذ اعطي انا وياها. كانت ما شبه كوما يعني، بتوقع بترجع بتنام، بتوقع بترجع بتنام. ليش فكرت هيك وبدنا جبت هالفكره؟ ما سالتها. شو كانت رده فعل الاولاد اول ما عرفوا؟ عندي اربع اولاد انا، الثلاثه الكبار يعني الكبار بقصد 17 و15 و14، صغير كان عمره 12 سنة. الثلاثة الكبار وافقوا بهيك على مدد انه امهم كانوا عم يزينون لقضتها على اساس راجعة. جيت انا عشية خبرت انه يمكن تتوفى الماما، انتبهوا وبدنا نرتب الاوضة بشكل. انه الصغير ما تقبل القصة ابدا، ما بقبل انا حدا يستعمي، ما بقبل بدي الماما، بلش يبكي. صار يبكوا معه اخواته، تركتهم لحالهم كل السهرة انا كل الليل، هن يتناقشوا بين بعضهم. عبكرة ثلاثة الكبار وافقوا، ودكتور كامل الله يوجهه للخير اللي هو كان مشرف على القصة كلها، قعد أنعوا للصغير إنه هيدا عمل خير وعمل منيح ولازم تعمل هيك حتى العالم تصلي لها للماما ويترحموا عليها للماما. فاقتنع هو، كانت فكرته ما بده حدا ياخذ من أمه شيء. عطلين هم ولد هالعمر هيدا، ما يعني رفض عنده أوتوماتيك، بيجي ما بفكر فيها يعني. شو ما كانت توهب من أعضاء خاصة؟ هي كان فكرة توهب كل شيء يعني، بس الوضع الأمني ما سمحنا ناخذ إلا كلوتين وقرنيتين من العينين. واحدة من الأشياء اللي بدي خبرك إياها، الأولاد مثلا الكبار ما قبلوا كيف نعطي عينين الماما، كلمة عينين يعني هيك كانت، ما حدا عارف نشيب الشيل الكورنية يعني الكورني شقفة الغلاف الصغيرة هيدي، نفكروا إنه عين يعني شيء. بعد العملية أنا تأكدت يعني، أنا كان الشرط الأولاني عند دكتور كامل إنه ما تتشوه أبدا، ما بدي أتشوه. قال لي أبدا ما في تشوه. وبالفعل يعني أنا يعني رحت شفت بعيني إنه ما في تشوه.
قرنية من شيء لغلاف يعني شيء ما ببين ما بتعرفي. وحتى محل الكلاوي كمان جرح أنجا يعني ما ببين. وين تمت العملية؟ بأي مستشفى؟ هي توفيت بمستشفى أبو جودة، بس اضطرينا نخلي المكانات يشتغلوا يومين. هلا يمكن ست هيفا بتخبركم عن التفاصيل كيف صارت. الكوتي ميديكال انا ما كثير خبير فيه، اخذوه على مستشفى ثاني بزرع الاعضاء. هذا يعني عمليه وهب الاعضاء اثرت بانه تاخروا الدفن كرمال تصير؟ ايه ايه اكيد. ايه ايه كيف لكن حتى التقينا، حتى لقوا الشخص الكومبيتيبل اللي بيقدر ياخذ الكلوي واللي بيقدر يعني يستفيد منه. بتصور يومين او يوم ونص بقيت. هلا عندكم اي علاقه مع الاشخاص يلي يعني استفادوا من هالكلوه ومن ال؟ ما بعرفهم ما بعرفهم، بس في شخص من فتره تلفن منصور تشكرني، ما انا ما بعرفه يعني، اخذ قال لي انت جوزه لملكي. انا ملكي، انا مرتي اسمها رين، ما بحياتنا عيطتني لملكي. قلت له شو بتريد؟ قلت انا بده شيء في شيء يعني. قال لي انا جاني حظ انه استفيد من قرنيه من قرنيتها، وانا كنت اعمى وعم ربي اولاد اولادي، اولادي ماتوا بقذيفه وعم ربي اولاد اولادي انا، جيت اتشكر. قلت له ما تجي على التليفون، مش الحال، ممنونه كثير انا، صلي له. هوليك ما بعرفهم، ما بعرف شيء عنهم الباقيين. وهلا الاولاد يعني انبسطوا انه اخذوا هذا القرار بوقتها؟ اكيد. اثنين من اولادي عملوا تاس بالجامعات على الموضوع ذاته، كل واحد اخذ هذا البروجي درس عليه وكتب عليه. واكيد كلكم بالعائله بتكون تاخذوا نفس القرار. حتى انا اذا كان ضل مني شيء صار مني، ماني بعيد ابدا عن الموضوع. اذا ضل شيء هلا بال73 شو بدي اعطي؟ ما بعرف، بس اذا في شيء بقدر اعطيه راح اعطيه، ما عندي مشكله. الله يخليك، الله يخليك، يطول عمرك. ميرسي، كلك ذوق. في اسرار بتضل مدفونه مدى الحياه، وهب الأعضاء واحد منها، لأنه بيتم بدون الإفصاح عن هوية المتبرع ولا المتلقي. كلمة منك بتخلص حياة كتار. قول نعم لوهب الأعضاء. حابب تعرف أكتر؟ زور موقعنا أو اتصل فينا. بطولة إنك تخلص حياة شخص، فكيف لو كانوا 8؟ لما تقرر توهب أعضائك بتكون عم بتخلص لحد 8 أشخاص. كلمة منك بتخلص حياة كتار. قول نعم لوهب الأعضاء. إذا حابب تعرف أكثر اتصل فينا وزور موقعنا. وتننهي حلقتنا طبعاً رح نتطرق للجانب الأخلاقي والديني لموضوع وهب الأعضاء، ومعنا بهالفقرة الأب جورج تيرس المتخصص باللاهوت الخلقي وأخلاقيات علم الحياة. أهلاً وسهلاً فيك أبونا. مرسي. اليوم شو هي الأسس يلي بتستند عليها الأخلاقيات لعملية وهب الأعضاء؟ اليوم إذا بدنا نحكي بوهب الأعضاء بدنا نحكي عن وهب، يعني عطاء، وما فيها إلا ما الإطار الأخلاقي يكون عم بيشرف على هالعملية، لأنه نعرف إنه في استغلال لهالموضوع وهذا الشيء عم بيتم. من هيك بدنا نحط له ضوابط، ونحط له أكيد لكل لجان عم تنعمل بلبنان أو خارج لبنان بالتعاون مع الدولة، عم يعني نحط ضوابط لما يصير في سرقة، لما يصير في بيع وتجارة، وكون هذا الشيء موجود هالضوابط موجودة. فوقت نحكي عن وهب الأعضاء بدنا نحكي عن احترام حياة هالشخص يلي عم بيقدم أعضائه. يعني ما حدا بيحق له يستولي على أعضاء الشخص الواهب. حتى الأشخاص اللي بيستلموا أو بيتلقوا هالأعضاء هن مدعوين إنه نحفظ لهم حمايتهم، يعني حمايتهم بدها تكون من كل النواحي، نواحي نفسية، نواحي جسدية. فإذا النقطة الثانية هي احترام وحماية الهوية الشخصية للمستلم. الهوية الشخصية هي شو الأعضاء اللي بتعطى، شو الأعضاء اللي لا تعطى، وكل ما هنالك من جوانب فيها تحترم الأشخاص. لأنه نعرف مثل ما حكي الدكتور إنه في أشخاص في عنا الدماغ وفي عنا الغدد الأعضاء التناسلية كمان لا تسمح أخلاقيا، لا تسمح بأنه تعطى أو توهب. ثلاثة، الموافقة على المعلومات. معلومات يعني هالشخص اللي بده يعطي بده يعرف كل التفاصيل، شو النتائج اللي ممكن تترتب من خلال وهب أعضائه.
من ناحية الصحية، من ناحية النفسية، بده يعرف كل المعلومات، فهذه شغلة كتير مهمة. وأربع اعتماد المجانية العامة والتوزيع الصحيح، والمجانية عم نقول يعني ما بيكون في بايع، ما بيكون في بالمقابل، لبل هي عطاء كلي لبذل زاد تجاه الآخر، فإذا هي ما بتتوخر ربح. وبنعرف اليوم نشوف انه الدولة كمان بهالشغلة عم تشدد كتير، وفي قانون بهالموضوع ممنوع بيع الأعضاء وممنوع التجارة، فمن هون هيدي الضوابط الأخلاقية يلي بدها تكون عم تسهر على هالموضوع، ليكون هالموضوع عم ينعطى حقه وعم بينعمل بطريقة صحيحة، بطريقة فيها نظرة أخلاقية للإنسان اللي عم بيعطي وللي عم يتلقى. اليوم بس أحد الأهل يقوموا بخطوة أنه هن بدهم يهبوا أعضاءهم، قديش الولد أو الولاد اليوم رح يشوفوا أنه عنا يمكن أمنا أو بينا ما بقى عندهم عيون، ما بقى عندهم كلاوة، ما بقى عندهم قلب، أنه شو بقى منهم؟ هيدا السؤال اللي دايما بيسألوه، مشان هيك بيرفضوا يمكن أنه يستغنوا عن هول الأمور لأهلهم. بقى هيدا الموضوع هيك كيف فيك تفسره أو توضحه للولاد لأهلهم أرادوا أنهم يقوموا بهيدا الخطوة؟ مثل ما حكى الدكتور، إذا عم نقول من ناحية الموت الطبيعي، يوم اللي بيتأكد إنه صار في عنا موت، إن كان هالاشياء اللي موجوده عنده رح تفنى وتروح بالتراب، فاذا ليش ما بنكون عم تتقدم لاشخاص ثانيين عم يستفيدوا منها؟ هيدي النظره اللي بدنا نطلع فيها، هيدي النظره روحانيه، والانسان بده يطلع فيها من نظره ايمانيه، ويوم الانسان بيرتفع لهيدي المستوى بيقدر انه يساهم بهذا العمل بمجانيه وبنظره ايمانيه، بتقدر انه يعيش هو بسعاده بفرح كونه ساهم من أعضاء أمه، بيو، خيو، لأشخاص كتار هني بحاجة وبحاجة لأنه عم يعيشوا الألم. بنعرف حالات كتير لأشخاص يمكن بحاجة لكلوة، عم بيعانوا من هيدا الشيء، أو بحاجة لعين هني ما عم بيدروا يشوفوا من خلال عينهم. أشخاص كتار عم بيشوفوا من خلال أشخاص كانوا موجودين بالحياة واليوم ماتوا، في ناس كتار عايشة وعم بتشوف بعيونهم وعم بتصلي لهم. هيدا أكبر عمل خير وأكبر عمل محبة بيقدر الإنسان يقدمه للآخر، وأنا فيني سميه هيدا إنجيل الحياة، هيدا إنجيل الحياة اللي بيقوم على
محبة الآخر وتضحية في سبيل الآخر. يعني أوقات الواهب ما بيكون عارف لمين عم يهب أعضاءه، مش بس للأشخاص اللي بيحبهم أو للي بيعرفهم. مثل ما سمعنا أنه هذه السرية اللي اليوم عم يشتغلوا عليها، وهي كتير مهمة. حلو الإنسان يعمل شيء للإنسان ما بيعرفه، وهذا عمل بيكون عم بيلاقي ثواب عند ربه أكثر من ما يكون عم بيشوف الشخص وعم بيقول أنه أنا اللي عملته أنا وأنا. هيك بيكون قدام ربنا وشايف كل شيء. تننتقل هيك للشق الكلمة يعني بالدين المسيحية، رب يسوع المسيح بيقلنا بالإنجيل ليس أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه لمن يحب. يعني هون الرب يسوع مش بس دعينا لمحبة بعضنا البعض وإنما لمحبة أعدائنا أيضا. وهون يعني هيك عملية وهب الأعضاء، وهب الإنسان عضو من أعضائه بحياته أو مماته، فهو مش بس عم يوهب شيء عم يملكه إنما عم بيعطي جزء من كيانه ومن ذاته لا شخص آخر يمكن بيعرفه أو ما بيعرفه، يمكن يكون عدوه. يعني اليوم أنت مش عارف لمين عضوك عم بيروح من بعد مماتك، بقى هيك كيف تفسر لنا هذه الآية؟ هذا الشيء مثل ما حكيت عنه شوي من شوي هو إنجيل الحياة بحد ذاته. إنجيل الحياة يعني بذل الذات، يعني تضحية كاملة، يعني هذا الشيء ما فينا إلا ما نكون إحنا على مثال يسوع المسيح يلي بموته على الصليب ضحى لبل أعطى ذاته لخلاص البشرية. بس انطلاقا من هذا الشيء منبلش نحكي عن موت في سبيل يسوع، مات في سبيل خلاص البشرية. نحن اليوم حياتنا لازم تكون تضحية في سبيل أشخاص كتار. إن كان بالحياة نحن منضحي في سبيل مساعدة الآخرين، في سبيل العائلة، في سبيل الأولاد، في سبيل اليوم كمان إحنا فينا نعتبر أنه حياتنا من بعد ما تموت فيها تكون عم بتكمل بحياة آخرين، وهذا هو بيكون في سبيل الآخرين. فإذن هذه هي تضحية وهذا هو بذل الذات. مثل ما قلت هذا إنجيل الحياة، هذا إنجيل يسوع المسيح. وإنجيل الحياة فيكون من خلال أعمال عادية بسيطة، فيها تكون أعمال محبة وأعمال خيرة. وهيك يوحنا بولس الثاني البابا القديس يلي بيذكرنا وبيحكي عن أنه وبيذكر وبيقول خصيصا وهب الأعضاء، يعني بيتوقف عند وهب الأعضاء اللي بيعتبره أنه عمل بيتيح للأشخاص اللي هني عايشين بيأس ومن قادرين يشفوا أنه ممكن يطلعوا من يأسهم ويطلعوا لحياة جديدة من خلال يعني البابا سميها أعطاء فرصة جديدة لأشخاص عم بيعيشوا مأساة صحية يطلعوا لصحة جديدة لبل حياة جديدة. نحن نعرف الإنسان قديش بيتعذب بمرضه، قديش بيعاني، وقديش ننقذ أشخاص في حال تقدم لألهم إن كان كلبة أو عين. وأوقات في أشخاص بينقذوا 7-8 أشخاص. هذه دراسات اليوم بتقول إنه واحد بيكون عم بيعطي حياة 8 أشخاص. فإذا قديش نحن بيكون هذا العمل عمل تضحية، عمل بذل ذات، وعمل عن جد على مثال يسوع المسيح. ما منكون بعيد كليا عن حياتنا المسيحية، عن جوهرها وعن أساسها وعن إنجيل الحياة يلي بيدعينا لقلو تنعيشه يوميا بحياتنا. المسيح بالعشاء السر الأخير قال لتلاميذه خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي لا يقهر لأجلكم في الحياة الأبدية. هذا الشيء بيعني أنه المسيح هو بحد ذاته وهبنا جسده عطية مجانية، بعضنا لهلأ يعني عم نتمتع بهذه العطية. بقى كيف نحن الأشخاص يعني منا المسيح بس مشينا على طريقه أنه لازم نعيش هيدا الوهب، يعني مثل يعني ما هو وهب جسده مفروض نحن يعني كمان. يسوع المسيح نحن اليوم بنتناوله بالقربان، يسوع المسيح حاضر فينا، اتحد فينا من خلال القربان. كمان نحن بنتشبه بيسوع بعمل وهب الأعضاء. بيصير هالشخص يلي مات حي بأشخاص تانيين. يعني هذا المثل اللي أعطيتي حضرتك هو أنه قديش نحن بعطائنا منصير أحياء ومنصير عم نتحد بأشخاص تانيين وحاضرين، إن كان بالذكرى أو إن كان بالصلاة أو إن كان يعني نتذكر على طول إنه هالشخص يلي وهب يلي أعطى بيكون حاضر وعم بيعطي حياة الآخرين. مربولوس بيقول كمان برسالته من نزرعه لا يحيا إلا إذا مات، يدفن الاسم بفساد ويقوم بغير فساد، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجده، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحيا. هون عم بيحكي عن قيامة الأجساد ما بعد الموت. هذا يمكن الرجل صحيح الوهبين. بس هذا الرجاء يلي نحن ننتظره
هيدا بننتظره ما بعد الموت وننتظره بالقيامة الثانية. فإذا المربوط عم يحكي عنه هو قيامة روحية، قيامة الأجساد بقيامة روحية. فإذا هون عم بيأكد إنه الأجساد هي فانية، فلنكون نحن لنكون نحن عم نقوم بحياة روحانية أو بحياة عم نقوم من بعد الموت باتحاد مع الله، عم نعطي لنكون عم ناخد ثواب ما عم نعطي بحياة السماء. الكنيسة اليوم كان عنا بالفقرة مع الطبيب كان عم يخبرنا عن الفرق بين موت الدماغي والكوما. الكنيسة اليوم بتوافق الرأي الطبي انه موت الدماغي خلاص اصبح الشخص جثة ميتة؟ صحيح، الكنيسة بتوافق مع الرأي الطبي وبتأكد انه يوم الشخص بيوصل لموت دماغي ولو كان عم بيعيش على مكانات وكان في عنده قلب وعم بينبض، لكن واللي قاله حكيم صحيح هو انه ما منتكل على تقرير طبي واحد لحكيم ليأكد هذا الشيء، لبل نحن في عنا طبيبين او ثلاثة بدهم يأكدوا مع ورقة شرعية بتطلع من المستشفى لتأكد موت الشخص لنكون عم نأكد ناحية الأخلاقية انه مات. بس الأكيد انه بس نأكد موت دماغي صار فينا نشيل مكانات ويعتبر الشخص ميت. هون ما بتتركوا هيك حتى فسحة صغيرة يمكن يصير في عجوبة تدخل إلهي معين؟ العجوبة سات بدها تتم بالتم منا ناطرة تقرير حكيم، بس دائما نعرف انه وقت نحكي علم شيء واكيد من بعد العلم وقت نحكي ايمانيا هيدي نظرة منفتحة وهيدي ما فينا نوقف عندها، يعني يمكن يكون شخص ميت وصار له 24 ساعة ممكن يرجع للحياة، عم نقول إذا ميت صحيا وما عم نحكي العلم عم نحكي طب، إذا عم نحكي إيمان وعم نحكي رجع وعم نحكي أعجوبة هيدي ما عندها حدود وما عندها طب يدخل فيها ولا عندها علم، هيدي حتى العلم ما بيفهمها لأنه صار عمل ربنا عمل وتدخل إلهي بهذا العمل. هلا نحن بنترك الأمل أكيد نعطي كل الأمل لبل بيكون في عنا رجع دائما لشفاء أشخاص، لكن يوم اللي بيوصل وقت إنه طبيا وعم بحكي علميا ما بقى في أمل نحكي علم، والأمل الثاني اللي هو الأمل الشفاء والعجوبة هيدا دائما حاضر. ساعة ما في أمل علميا بنقول نحن بنوافق مع العلم. هلا أمتى بيدخل ربنا وساعة اللي بده يدخل هو بيعرف أمتى، نحن لكن عم بحكي علميا وطبيا ما فينا إلا ما نقول إنه هون بيتوقف دور العلم. إذا ربنا هو بده يعمل عجوبة ما بقى يسأل عن العلم وبيشتغل شغله من دون تدخل العلم. شو بتحب تقول كلمة ختامية بهالحلقة خاصة أنه عندك تجربة شخصية مع وهب الأعضاء، لأنه نعرف أنه حضرتك وهبت إحدى كلوتك؟ يعني أنا خبرة كتير كانت حلوة وأنا بعتبر أنه أنا وعلى الحياة صار في عندي حياة تانية، حياة شخصية، يمكن هيدا اللي عم بقوله ما حدا بيفهمه إلا الشخص اللي بيعيشه. صحيح عطيت كلوة لخيي وبس عشت معها خبرة روحية، عشت الألم نفس الوقت عشت العذاب، عشت إنه عم شوف وضع خيي بأي مأساة كان، عشت المعاناة الشخصية بين الإيه واللا، بين الرفض، بين الحب بدي أعطي، بين إنه الصراع بحب الذات والتملك يلي أنا بملكه. لا قدرت آخر شيء بعتبر أني انتصرت على هذه المرحلة أكيد بقوة ربنا يلي ساهم بأنه يعطيني الدفعة والقوة، وأنا بعتبر من بعد العملية أنا إنسان جديد، إنسان جديد لأنه كل واحد بيعطي أو بيعرف يعطي، لأنه اليوم في ناس كتير بيعطوا بس ما بيعرفوا يعطوا بفرح، بدك تعطي بفرح، تعطي بمجانية وتعطي بدون مقابل، هودي بيعطوك قوة لتعيش الخبرة، بينما انه الانسان اللي بيعطي وبينتظر، بينما الانسان اللي بيعطي وبيقول انه انا اعطيت، انا هلا اليوم بنسى انه عامل هذا العمل، لانه صار مني وفيه وبعتبر انه هو ساهم بانه شخصيتي تتحول ولتنضج ولتكبر، واللي عشته من بعد عملية العطاء نضجني وأعطاني نعمة كتير حلوة. اليوم عم بطف ثمارة وكل يوم عم بطف ثمارة لأنه صرت بعرف معنى العطاء، صرت بعرف قيمة العطاء وصرت بعرف شو يعني عطاء، واليوم إذا بعطي بفكر أنه هيدا إله معنى، وكتير مهم الإنسان يعطي هو عقيد الحياة. يعني اليوم أوقات نحن اليوم نشجع الأشخاص اللي بيموتوا يعطوا، بس بقول الخبرة الحلوة
قديش الإنسان بيكون فرحان وبيعرف قيمة العطاء هو طيب. أنا صار لي فرصة أنه أنا الخبرة الأحلى هو أنه قبل ما أعطي كلمة لأخيي بحوالي 10 سنين عملت بطاقة لوهب الأعضاء. ما كان في أبدا أكسيدون بالبيت وما كان في شيء، بس حبيت أنه إجتني الإلهام أنه أعمل هالبطاقة، عملتها وحضرت حالي، وهلأ أنا عامل بطاقة لوهب الأعضاء. لكن أنا بقول أنه ربنا أعطاني نعمة، نعمة أنه أنا شارك أشعر يعني أكيد أنه خيي يمرض، هذه من النعمة لبال هذا مأساة، لكن النعمة أنه أنا شارك بفرح العطاء وكون طيب وأشعر بهيدا العمل. هلأ إن شاء الله ما تصير مع ناس كتار أنه يصير في عندن حالات مثل هذا الحالة، لكن البدر قوله أنه شهادة حلوة للأشخاص يلي بيحبوا يوهبوا، يحبوا يعطوا إن كان بالحياة أو بالممات، وخصوصا بالممات، لأنه اليوم إذا ما في حالة خاصة لوهب الأعضاء بالحياة الطبيعية فكتير بشجع الأشخاص يعملوا بطاقات، يفكروا بهالعمل، عمل إنساني رائع، العمل في تضحية، العمل يلي كتار ناس عم بيعيشوا من وراء أشخاص ماتوا من أعضاء يمكن كانت تفنى لبعد هن اليوم بعدنا عم بيتحركوا بأشخاص تانين. عمل كتير حلو، بعدني اليوم مبسوط وفرحان وبقطف ثماره، وبقول نشكر الله على كل النعم اللي أعطانا إياها اللي خليني أحس بهذا الحدث، خليني أشعر فيه، خليني أعيش فرحته، وأثر فيه على نطاق مواضيع تانية. والحلو أنه كمان اليوم سافرت وتخصصت بهذا الجو، بهذا الإطار، بهذه المواضيع يلي بتخليني ده الحي وعم بشهد لهالحياة يلي خلقت فيه من جديد وخلقت بأشخاص تانيين يلي هو خيي ويلي هو أشخاص كتار يمكن هن عم بياخدوا من أشخاص تانيين وعم بيعيشوا هالحياة هيدي. نشكرك أبونا عزوز. مرسي لكم. مرسي. أنه توهب مجاناً قطرة من دمك أو عضو من أعضائك بكامل حريتك ووعيك من أجل الحفاظ على حياة الآخرين والاستمرار من خلالهم هي عطية عظيمة لا تقدر بثمن، ومنتشارك فيها مع عطية يسوع على الصليب. هي عطية محيي بتبلسم فيها جرح تألم صاحبه نفساً وجسداً. هي عطية بتعيد النظر إلى أعمى ليشوف جمال الخالق بمخلوقاته. هي عطية بتزرع الأمل بحياة إنسان كان عم ينتظر الموت، وبتبعث حياة جديدة بجسم تضاربت فيه الأمراض وتلاشى من كثرة الأدوية والتدخلات الخارجية. وهب الأعضاء عطية بتغفر من ذنوبك وبتصفح عن هفواتك، لأنك قررت حر ومجاناً أنه توهب من ذاتك حياة للآخرين. هالعملية هي علامة تضامن إنساني مميز منتشارك فيه مع الضعفاء أي المرضى المتألمين، والواهب على مثال السيد المسيح يلي انحنى على الأبرص والأعمى والمخلع والأعرج والمنزوف ليشفي من ألم أبعده عن الأرض والسماء ويرجع له كرامته الإنسانية والإلهية. وهو بيتشبه بالسيد المسيح يلي أحب حتى الموت. فوهب الأعضاء هي دعوة للحب المجاني. وإنت من بعد هالحلقة هل رح توهب أعضائك؟ من هون نحن بنوصل لختام حلقتنا، وأكيد منذكر أنه هالبرنامج هو برعاية اللجنة الأخلاقية لحضارة الحياة. ملتقانا معكم الخميس الجاي الساعة 8:30. الحياة هدية ما بتتقدر بثمن، كرمال هيك وهب الأعضاء بتم بدون أي كلفة أو شروط. كلمة منك بتخلص حياة كتار. قول نعم لوهب الأعضاء، وإذا حابب تعرف أكتر زور موقعنا أو اتصل فينا. ما في أعز من الولد بهالدنيا، احترام إرادته واجب علينا، خاصة إذا كانت بتعلق بقضية إنسانية. وهب الأعضاء ما بيتم من دون موافقة الأهل. كلمة منك بتخلص حياة كتار. قول نعم لوهب الأعضاء. حابب تعرف أكثر؟ زور موقعنا أو اتصل فينا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد.
معنا بهالفقرة المنسقة العامة للجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية بلبنان السيدة فريدة يونان، وهيدي اللجنة بتعمل للشأن العام ولا تتوخى الربح، وهي تابعة مباشرة لوزارة الصحة العامة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو هي مهمة هيدي اللجنة؟ اللجنة الوطنية هي تأسست سنة 99، ومن مهامها أنه تنشر فكرة وهب الأعضاء بكل المجتمع اللبناني، حتى أنه كمان هي مسؤولة عن تدريب العاملين بالقطاع الصحي كيف يطبقوا عملية وهب الأعضاء بالمستشفيات، وهي مسؤولة عن وضع معايير كيف بيتسجل المريض عليه الانتظار، كيف بيصير توزيع الأعضاء، منين اللي بيحق لهم ياخدوا الأعضاء مين لا، وتطبيق أكيد القوانين الموجودة اللي بتعنى بهذا الموضوع. شو أهدافها للجنة؟ أهدافنا أنه نحن نطبق البرنامج الوطني اللبناني اللي عملناه بسنة 2010 بدعم من الدولة الإسبانية، واللي هو أخذناه عن الموديل الإسباني، اللي هو بده يكون فيه بكل مستشفى لجنة مصغرة من 7 أو 8 أشخاص، بيكون فيهم طبيب إنعاش، طبيب أعصاب رأس، بيكون فيهم منسقين بيكونوا ممرضين أو ممرضات من العناية الفائقة ومن الطوارئ، هن مسؤولين عن تطبيق البرنامج وهب الأعضاء بلبنان، وإلزامياً لازم يعلنوا عن كل حالة وفاة بتحصل بالمستشفى للجنة الوطنية لنقدر نشتغل نحن وياهم على أنه نقدر نأمن وهب أعضاء كافي للمرضى اللي مسجلين على اللائحة. هذا الهدف الأساسي، وبعدين نحن الهدف لتقدر تعمل هذا الهدف لازم يكون في عندك بنية تحتية اللي هي توعية الناس على بكل الفئات. أدى وصلتوا أنه تحققوا هذا الهدف في لبنان؟ وصلنا من 2010 لهلا اشتغلنا مع 23 مستشفى، بس السنة هيدي دخلتها وزارة الصحة بتصنيف المستشفيات، يعني صار كل المستشفيات ملزمة أنها تطبق هذا البرنامج. كيف بتأمنوا دعم دولة للجنة؟ نحن الدعم الدولي كان من الدعم كان أول دولة دعمتنا هي الدولة الإسبانية، دعمتنا على 3 سنين ماديا وبالخبراء الإسبان اللي كانوا يجوا كل 3 أشهر، كنا نعمل نروح على المستشفيات نشوف كيف عم يشتغلوا، نعلمهم ندرب الناس لحتى صاروا يعرفوا كيف ينفذوه. وبال 2013 بلشنا مع الدولة الفرنسية لحتى نقدر نحط سوفتوير لوجيسيال يكون لنقدر نعمل الاختيار بمعلوماتية لنقدر نطلع أول سجل وطني راح يكون لوهب وزرع الأعضاء بلبنان. مثل ما بتعرفي ما في سجل لهذا الموضوع أبدا، هذا الشيء عم نشتغله مع الدولة الفرنسية، إن شاء الله هاي السنة بال 2015 بيكون صار جاهز وبنقدر نعممه على المستشفيات. بصير نحن وياهم نشتغل مش بالتليفون، بصير أكتر من خلال الإنترنت، وبيكون شيء قليل على التليفون لحتى ما ناخد من وقتهم ويقدروا هني يهتموا أكتر بالمريض اللي حدهم، ونحن هيك بنكون على علم مباشر بكل شيء عم بيصير عندهم بالمستشفى، والمرضى اللي بيتسجلوا على لائحة الانتظار هيك بيصير كمان المراكز تقدر تعمل لهم تجديد لملفاتهم بشكل أسهل. الأشخاص اللي حابة تتبرع بأعضاء وين لازم تتسجل عندكم؟ شو الآلية؟ كيف بيتم الموضوع؟ المريض اللي بده اللي بحاجه لوهب اي عضو لازم يكون تابع لمركز زرع، يعني مركز اذا بده كلي بده يكون تابع لمركز كلي او قلب او كبد، لانه بلبنان نحن بنزرع هو 3 أعضاء. بعد بده يعملوا له تقييم طبي له، على يعملوا له كل فحوصاته التحضيريه، بيبعتوه مع ملفه لعنا، نحن بتسجل عنا الملف الطبي مش بنسجل اسماء، لانه بعدين الاختيار اللي بده يصير من خلال السوفت وير هو على الملف الطبي. لما بيجي واهب بيكون عندنا كمان كل المعلومات الطبية عنه من المستشفى، ساعتها السوفتوير بيقدر يشوف مين اللي عندهم أكتر شيء تطابق بالعمر، بفئة الدم، بالأنسجة، بنسبة المناعة بين بعضهم، قديش له ناطر على لائحة الانتظار، شو عنده مرض مثلا، شو عنده حالة صحية طارئة ما في ينطر، كل هودي هن المعايير اللي بيصير من خلالهم الاختيار، ما بيصير الاختيار على شيء تاني، وما بيكون في توزيع للأعضاء إلا للمرضى المسجلين على لائحة الانتظار. يعني ما فينا نوزع لمريض قاعد ببيته ما بنعرف عنه شيء. حتى لو كان بده عضو اذا نحن منا عارفين فيه لازم يكون لازم هو يعرف انه لازم يروح يتحضر ويسجل ملفه. عندنا مشكله فيها هي انه المرضى مرات كثير بيروحوا عند الحكمه بيقولوا له نحن سجلناكم. ما في نحن سجلناكم، في بده يجيب المريض ملفه ويجي هو ليتاكد انه تسجل ويجيب لنا ملفه معه، والا لما بتلفلنا بيقول لنا انا الحكيم قال لي مسجلني من سنتين ونحن ما عندنا ملف طبي ولا عندنا اسمه، ما
ما فينا نحن نقول له شيء. شو بدنا نقول له؟ انه مين كيف تسجلت؟ ما فيك تتسجل بالمراسلة، بدك تجي بدك تحط عينة الدم لنقدر نعمل عليها كمان الفحوصات، وكل ست اشهر وكل سنة لازم يجدد ملفه، لأنه إذا صار عنده شيء حالة طارئة أو صار مستعجل لازم ننقله نحن من خانة العادية لخانة الحالة الطارئة. إنه بالسوفتوير في عندك كتير مواكبة لملفات المرضى. هذا بالنسبة للمريض، أما بالنسبة للواهب كيف بده ياخذ البطاقة من اللجنة اللي عندكم إنه هو بحال توفى بده يهب أعضائه؟ كل شخص بيقدر يعبر عن رغبته، اللي بيعمل بطاقة ما صار واهب. تقييم الواهب وقت اللي بيتوفى، بوقت اللي بتكون في حالة الوفاة الدماغية أو الوفاة القلبية، لأنه الوفاة إلى سببين، يا بيتوقف الدماغ بيتوقف القلب، بهي الحالة من قيم الشخص إذا بيقدر يكون واهب ولا لا. أما هلأ فينا نعمل نعبر عن رغبتنا أنه أنا بعد وفاتي بدي يكون واهب، بمضي بطاقة، هاي البطاقة فيها خدها من اللجنة الوطنية يا من خلال الويب سايت، ونحن منودي له إياها بالبريد لعنده، والويب سايت هي www.nodlb.org أو بتلفن على التليفون 05-955-902 أو 903، ونحن منعطيه كل المعلومات ليقدر يعمل بطاقته. بس منكون عبرنا عن رغبتنا، وأهم من البطاقة يروح يخبر عائلته عن البطاقة، يخبر أهله، يخبر اللي هن مسؤولين عن تنفيذ وصيته. إذا ما كان عندهم علم بالوقت الصعب اللي نحن رح نحكيهم فيه، لأنه ما بيكونوا بحالة طبيعية أكيد. بيكون عندهم مأساة كتير قوية، ما فيهم يفكروا، بدهم هن ينفذوا شيء نقلن، مشان هيك بيكون سهل عليهم لقلن يقولوا النعم، وسهل علينا قلنا كمان كيف نحكي معهم. فمشان هيك كل واحد بيمضي بطاقة نترجيه نحن أنه يخبر اللي حواليه، خصوصا أهله، لحتى يقدروا ينفذوا له رغبته وقلا ما رح يقولوا إيه. مظبوط. ليش هالعملية بيكون لها طابع سري؟ في سرية للوهب بين اللي بياخد ممنوع يعرف من مين، وبالعكس، لأنه لأسباب نفسية واجتماعية. بكل العالم أول ما بلشوا البرامج مثل عنا بلبنان كمان كانوا يخبروا يقولوا منو وين صارت والحادث وين صار وكل شيء، تفاصيل المملة بالإعلام، والناس تعرف ببعضها. بعدين شافوا كتير صار في مشاكل اجتماعية ونفسية، مشان هيك هلأ ولا حدا بصحافة برا بالعالم كله بيذكر مين أو بيقول اسم، ما بيحطوا ولا أسماء ولا بيحطوا تواريخ، لما يصير لما الناس تقدر تعرف من وين. وصار في قانون عالمي انه لازم يكون في سريه، لانه الاهل اللي وهبوا اذا انت ضلوا هن يعيشين بصراع انه موجود ومش موجود، يعني انا فيني روح شوف، هن فكروا انه فيني روح يشوفوا قلب ابنهم مثلا بهيدا الشخص او عينين بنتهم بهيدا الشخص، يلي هو مش مزبوط، بيصيروا عايشين هن الصراع اللي بيعيشوه الاهالي اللي عندهم ناس مخطوفين، ماتوا ولا ما ماتوا، عايشين ولا مش عايشين، هيدا عم يسبب أمراض نفسية عم تصير العيال عم بتتعالج لتقدر تكفي حياتها وعيش بهذا الصراع. بينما اللي ما بيعرف بيقدر يعمل عملية حداد طبيعية وينتهي الموضوع بأنه ما رح ينسى اللي توفي له، بس بالقليل ما بعود هو مركز حياته، بيصير هو شقفة من هالحياة تبعيته، ما بعود هو مسيطر عليه. مشان المريض أصلاً، المريض اللي مسجل على لائحة الانتظار هو باللاوعي تبعه ناطر حدا يتوفى ليقدر هو ياخد عضو ويعيش. لما بيعرف من الناس صار عنده عقدة ذنب كبيرة، وصار عنده رد جميل ما قدر يرده لحدا، كمان وقعنا بزيت المشكلة النفسية عند التانيين. مشان هيك علماء النفس بيقولوا من المفضل جدا انه ما حدا يعرف بحدا. كيف بتتم هالعملية بلبنان اليوم؟ مثلا المستشفى بتلفن لنا بتقلنا وصل لعندهم شخص او حدا او فتاة او شاب بحادث او بانفجار بدماغ، بنزيف بدماغ، والحالة تبعيته مثلا منا كتير منيحة، حالة كتير صعبة خطرة، عنده مثلا ريفلكساته خايفين، الانعكاسات الرأسية هون، وحطينه على التنفس الاصطناعي. نحن هون بنصير بتواصل نحن وياهم، أول شيء بنعمله وشغلتنا وشغلتهم أنه نحن ننقذه لإله. أول شيء الإنعاش بيكون مكثف لنرجعه لإله، نعطيه شانس أنه يرجع هو يعيش. إذا فشلت المحاولة كلها وعملنا كل الجهود اللي لازم تنعمل والتوجه راح باتجاه الوفاة الدماغية يلي شرحها دكتور فضلو قبل وتشخصت من 3 أطباء، بهي الحالة نحن بنصير عم نروح بتوجه انه نساعد ناس تانين. يعني الطب هلأ صار يا أنا ما بقى أشتغل مباشر بس للشخص اللي عندي، مباشر بحاول خلصه لإله، غير مباشر من خلاله بخلص ناس تانين بدون ما أكون أعرفهم. معناتها انه ما بقى نستسلم لما بيكون في عنا وفاة ونقول خلاص ما بقى فينا نعمل شيء.
اليوم أكثر من 1,000,000 شخص بالعالم زرعوا عضو ما، والبعض منهم عايش ما يفوق 25 سنة بعد الزرعين. أما المشكلة العالمية هي الفرق الشاسع بين العرض والطلب على الأعضاء الموجودة أو الموهوبة بالأحرى. هذه المشكلة منها ناتجة بس عن نقص بالأعضاء، إنما هي حصيلة عدة أسباب. شو هن هالأسباب؟ هي أهم شيء التوعية والتسقيف على الموضوع، لأنه الناس بالمجتمع إذا ما كنت موعيتيهم منيحية بدك تقولي شغلتين بيروحوا سوا مع بعضهم. عندك الناس تسقيفهم، وعندك اللي بيشتغلوا بالمستشفيات، هودي خطين لازم يروحوا مع بعضهم، وإلا ما بتصاري لمحل. إذا العاملين بالمستشفى منن واعيين على الموضوع، ما بيعرفوا كيف يطبقوا، وعيت الناس وصاروا الناس هن بدهم يهبوا، وهون ما عم يعملوا شغلهم، ما بتصالي مدرع. يعني في كذا عيلة سنة الماضية هن طلبوا الوهب، بس كانوا الأطباء ما عاملين الإنعاش اللي لازم للأعضاء لنحافظ عليهم، ما قدرنا عملنا عملية الوهب. وهذا شيء عم بسبب كمان مشكلة للعيال، عم بيضلوا زعلانين إنه هن ما قدروا عملوا رغبتهم. مشان هيك أهم شغلة هي إنه نسقف الناس وندرب العاملين بالقطاع الصحي على تطبيق البرنامج، لنقدر نوصل بالآخر اثنيننا نزيد نسبة الوهب. لنقدر نسقف العاملين بالقطاع الصحي، نحن اجتمعنا مع كل جامعات الطب والتمريض ووافقوا دخلوها بالكوريكولوم بالمنهاج التعليمي للجامعات الطب والتمريض. ومديرية التعليم العالي أطلقتها بالمؤتمر الصحفي اللي عملناه من أسبوعين، وهلا بلشنا ندرب الأساتذة يلي بيعلموا بهالجامعات لهن يبلشوا ينشئوا الأطباء والممرضين اللي بدهم يجوا جديد يكونوا عارفين بهالموضوع، يعرفوا كيف يشتغلوا فيه. كمان وزارة التربية من سنتين وافقت إنه نبلش ندرس بالمدارس بالتكميلي والثانوي فكرة وهب الأعضاء، لحتى كمان الجيل يطلع كأن إنه عم تسقف العالم اللي برا على هالموضوع من هني وصغار، لما يصير ما يكون عندهم شيء جديد عكبر تيجي تحكي عمره 50-60 سنة تحكي بموضوع مش سامع فيه. بالعكس هيك بتشوفي إنه بيتربوا على الفكرة قبل، بيكون بيتعاطوا معها بشكل أفضل. هيدا أهم عن عنصرين فيك تعمليهم لزيد نسبة وهب الأعضاء. اليوم تمت أول عملية زرع كلوي بلبنان سنة 1972، واليوم بالوقت الحالي يعني بسنة 2015 كم عملية عم يتم بالسنة؟ 120 بالسنة متوفى. بين متوفين وأحياء. هلأ المتوفين أكيد بعدهم كتير قليل، لأنه نحن بلشنا جديا نشتغل على الأرض من سنة 2009 بمساعدة الدولة الإسبانية. قبل كنا صحيح اللجنة تأسست بال 99، بس ما كان في عندها ميزانية لتشتغل. بال 2009 كان رصدت لها أول ميزانية، وهلأ بعد كمان ما عندنا الدعم المضبوط يعني اللي هو لنقدر يواكبنا. كمان العنصر الثالث المهم ليزيد نسبة الوهب بأي دولة من الدول، إنه تكون الدولة كلها الحكومة هي متبنية هالموضوع، إنه هذا موضوع أساسي لأنه بيتعلق بصحة الناس، ويكونوا داعمينه بكل المجالات، داعمينه بالميزانيته، داعمينه معنويا كمان. منشان هيك نحن بنتمنى إنه هالدعم المادي إنه يكون دائما بوقته، لأنه عن جد في مرات كتير في نشاطات بنلغيها لأنه ما عنا إياه. بعض رجال القانون والسياسيين أعطوا هالموضوع التفاتة خاصة، حيث صدر مرسوم اشتراعي رقم 109 بأيلول 1983، وبينظم أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجة طبية وعلمية. من بعده صدر مرسوم آخر رقمه 1442 بتاريخ 20 كانون الثاني 1984، بحدد شروط مراكز الزرع المؤهلة للقيام بهالعملية وعن وهب بعد الوفاة الدماغية. قد ايه تنظيم هالعملية قانونيا عم بيساعد اللجنة انه تعطي ثقة للمتبرع، وعم بيساعدكم تقدروا تقوموا بوظيفتكم اكثر واحسن؟ القانون اللي صدر ب 83 بعده لهلا سير المفعول، وال 84 القانون المرسوم التطبيقي اللي هو ال 84 ما بقى يواكب العمل اللي نحن فيه، صار بعيد عنا. مشان هيك نحن اشتغلنا على تعديله من سنتين، وهلا صار جاهز رح يوصل على مجلس الوزراء ويصدر. لانه بال 84 كان ما في زرع بلبنان غير كليوي، كانوا حاكين عن شروط مراكز زرع الكلي. هلا عم نزرع قلب وعم نزرع كبد في كورنيات، ما منن مذكورين كانوا فيه، وما مذكور البرنامج اللبناني اللي هو عنده شروطه وعنده كل المعطيات اللي لازم تكون. مشان هيك هلا رح يصدر مرسوم جديد معدل لل 1442، ان شاء الله يصدر هلا قريبا جدا، ليقدروا المستشفيات يبلشوا يطبقوا فيه الاشياء، لانه بيحكي عن الوهب من الواهبين بشكل كثير مفصل، من القرايب ومن هيك، وبيحكي عن الوهب من المتوفين كمان بشكل كثير واسع. هو ساعدونا كتير أكيد، لأنه إذا ما في عندك قانون
بيحمل موضوع أو قانون بيسمح بهذا الموضوع ما فيك تعملي. هذا واحد. اثنين، بقانون الأداب الطبية اللي صدر بال 2012 بتشرين الثاني أعطى حصريا المسؤولية للجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء بالموافقة على كل عملية وهب وزرع أعضاء وأنسجة وخلايا بتتم على الأراضي اللبنانية، وهي المخولة بنشر ثقافة وهب الأعضاء. إنما الجمعيات الأهلية أو أي جهة تانية بدها تشتغل بالموضوع لازم يكون في اتفاقية مسبقة بيننا وبين اللجنة الوطنية لحتى نكون عم نشتغل سوا، نوصل الموضوع بشكل جدي ويكون مساج واحد، ما يكون في عدة مساجات ونضيع الناس. وواحد حدا يعني من اللي هني رح يكون في اتفاقية معهم رح يكون مع اللجنة الأسقفية قريبا جدا. بتحب تقولي كلمة ختامية بختام هذا الفقرة؟ أنا بتمنى على الناس، إنه أنا واحدة منهم، إنه أنا عاملة بطاقة من سنة 92، بس بتمنى على الكل إنه نطلع من مرحلة كيف بيصير الوهب وإمتى بيصير وليش وكيف وإذا حلو ولا مش حلو وإذا بيفيد ولا ما بيفيد، ننقل من مرحلة التفكير لمرحلة الفعل، إنه نبلش نمضي بطاقتنا، نبلش نحكي عنا بالبيت، نخبر شو رغبتنا لحتى نسهل عملية هالوهب بعدين لما تحصل بعد عمر طويل إن شاء الله يطول عمر الكل. نحن بهمنا نساعد الناس إنه يعيشوا، ما بهمنا إنه يتوفوا، بالعكس نحن بهمنا نساعد الناس على إنها تعيش. بس إذا بمرحلة من المراحل هالعلاج ما كان ناجح والشخص توفى، إنه نقدر من خلاله نساعد ناس كتير تانيين، لأن نحن فينا نتشارك بأعضاء منا بحاجة لإلهم مع ناس هني بحاجة لإلهم، يلي هيدا هو وهب الأعضاء. سيدة فريدة يونان، المنسقة العامة للجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية بلبنان، شكرا لك لك على هالمقابلة. شكرا. الحياة هدية ما بتتقدر بثمن، كرمال هيك وهب الأعضاء بتم بدون أي كلفة أو شروط. كلمة منك بتخلص حياة كتار. قول نعم لوهب الأعضاء، وإذا حابب تعرف أكثر زور موقعنا أو اتصل فينا. بطولة إنك تخلص حياة شخص، فكيف لو كانوا 8؟ لما تقرر توهب أعضائك بتكون عم بتخلص لحد 8 أشخاص. كلمة منك بتخلص حياة كتار. قول نعم لوهب الأعضاء. إذا حابب تعرف أكثر اتصل فينا وزور موقعنا. مع تطور العلوم النظرية والتطبيقية ومع تزايد الإمكانيات التقنية واستمرارها بالمجالات الطبية ومع انفتاح الرؤية الإنسانية على أهمية التعاضد بكل المجالات البشرية، ترى الجماعة البشرية اليوم ذاتها أمام تساؤلات جوهرية قديمة جديدة فيما بخص الحياة وأسرارها وفيما بهم الكائن البشري واحترام كرامته. وفي هذا الخضم من التساؤلات، لا سيما تلك المتعلقة بوهب الأعضاء وزرعه، لابد للشركاء بالمجتمع والوطن إنه يلتقوا ليدرسوا ويعالجوا هالتطورات الطبية والإمكانيات العملية الناتجة عنها والأطر القانونية الملازمة لها والمواقف الروحية والأخلاقية منها. أما بالنسبة للتطورات الطبية، معنا بهالفقرة رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى سيدة لبنان جونية ومنسق اللجنة الوطنية لزراعة وهب الأعضاء والأنسجة بكسروان، الطبيب فضل صايخ. أهلا وسهلا فيك دكتور. لكن اليوم حلقتنا عن وهب الأعضاء، هيك تنشخص هذا الموضوع طبيا، مين اليوم بيقدر يوهب أعضائه؟ يعني حيالا شخص قادر يوهب أعضائه أو في كريتير معين؟ لا، أي شخص سليم من عمر 4 سنين لعمر 70 سنة ممكن يوهب أعضائه. طبعا في شروط بتطبق لعملية وهب الأعضاء. أهم شيء إنه يكون نضمن سلامة الشخص اللي بده يتلقى العضو، هيدا أهم كريتير بالموضوع. أي شغلة ممكن تهدد حياة الشخص اللي بده يتلقى العضو أكيد بتوقف عملية الوهب. هلا في أمراض كتير، مثلا الأمراض السارية اللي ممكن تعدي، الأمراض الوبائية، السرطان، اشياء كتير ممكن تمرق من شخص لشخص، يعني من واهب لشخص بده يتلقى عضو، طبعا بنوقف عملية الوهب. اذا شخص بحط نظارة او عوينات بيقدر يوهب شيء من عيونه؟
طبعا انه ما بيمنع انه القرنيات تنوهب، لا ابدا. حدا معه سكري، معه سرطان، سكري كل حاله بحالتها، لانه بتعرفي انه سكري مرض ممكن يضرب الشرايين وممكن يعطل بعض الاعضاء بالجسم، ممكن يصير عندنا قصور كلوي، قصور بالقلب من وراء السكري. بقى كل حاله بحالتها بنعمل اذا بدك تقدير او بنقدر قديش ممكن هالعضو يكون فعال، وعلى ضوء بناخذ قرار اذا بنستمر بعمليه الوهب ولا لا. مريض بالقلب، مريض بالقلب كمان اهم شيء يكونوا بقيه الاعضاء سليمين، يعني ما بيمنع انه فينا ناخذ كلوتين اذا كانوا الكلوتين منيح، اذا ما كان مأثر على عمليه القلب، ضعف عضله القلب مأثره على الكلي بحد ذاته. هلا الشخص اللي حابب يوهب اعضائه عند مين بيتوجه تيقدر يشخص هذا الموضوع، او بيروح بيعمل فحص طبي معين؟ لا مش ضروري يعمل شخص طبي، هي عمليه وهب الاعضاء هي عمليه عطاء، يعني الانسان بيكون هو لا تيعرف اذا هو قادر او مش قادر. اي شخص سليم قادر، يعني بنعد انه قادر يوهب اعضائه. كل الاعضاء ممكن انه يوهبها؟ اذا بدك نحن بلبنان حاليا فينا ناخذ الكبد، القلب، الكليتين والانسجه مثل القرنيات. انما في موانع بتمنع عمليه وهب الاعضاء التناسليه والدماغ، لانه هي بتحمل اذا بدك هويه هذا الشخص بحد ذاته، ممنوع تنتقل من شخص لشخص. هلا كل المستشفيات بلبنان قادره تعمل هالعمليه؟ كل المستشفيات بلبنان قادره تكون عندها بقلب مستشفى اشخاص واهبين ممكن يوهبوا، بس مش كل المستشفيات تقدر تزرع، والعمليه الزرع محصوره بالمستشفيات اللي عندها اذا بدك قدره انه تعمل هيك عمليات وتتابعها طبعا. قد ايه وقت العمليه بياخذ؟ لا كل عملية زرع إلى تايم طبول، يعني إلى توقيتها الشخصي حسب عملية القلب، بس إنما هاي العمليات بتتم بسرعة كبيرة بأسرع وقت. يعني هذا الشيء ممكن يأثر لأنه يتأخر مراسم الدفن لأنه في عملية وهب أعضاء عم بتتم؟ هي تأخير مراسم الدفن مش بمعنى تأخير مراسم، لما بينفتح موضوع وهب الأعضاء مع العائلة كله متوقف على قرار العائلة، يعني إذا كانت العائلة بعدها بشك معين بعد ما أخذت قرارها بسرعة وعواردة عملية وهب الأعضاء، لكن ناخذ نحن وقت أطول حتى نقدر نوصل لهالقرار اللي بدهم ياخذوه. هلا بقدر ما القرار بيجي بسرعه، بقدر ما الامور بتتم بسرعه اكثر. كيف بتصير هذه العمليه؟ يعني اليوم تناخد مثلا حدا بمستشفى اوتيلجيو تنعتبر بده يوهب قلبه وهو بحاله يعني قريب للوفاه، وحدا ثاني بمستشفى يمكن بعيده يمكن بالشمال او هيك وبحاجه للقلب، كيف هون بتتم تبادل؟ تقلك شغلي، اول شيء الشخص اللي بده يوهب قلبه المفروض يكون معبر عن رغبته بالوهب قبل ما يصير بالمستشفى. هلا لما بيصير بالمستشفى في عمليه تنفيذ لرغبه هالشخص من قبل العائله، لانه هو مش انه قارب على الوفاه، عمليه وهب الاعضاء ما بتمشي الا ما يكون بحاله وفاه دماغيه، يعني شخص متوفي، ما بنقعد نحكي عن شخص، بس نحكي عن جثة موجودة على المكنات عم نحافظ على أعضائها لأنه من وراها في عملية وهب، في عملية إنقاذ لكذا شخص من وراها. هلأ نحن لما بيكون في عنا تشخيص لحالة موت دماغي، طبعا اللجنة بتكون على اطلاع بهالحالة قبل بتطوراتها، ولما نوصل لهالنتيجة هيدي بتبلش عمليات فرز الكمبيوتر، اكيد في فحص للانسجه بينعمل للشخص اللي بده يكون واهب، وفي مطابقه بين الانسجه تبع الشخص الواهب والاشخاص اللي هن موجودين على اللويح وناطرين يتلقوا قلب. هالاشخاص بيتم الاتصال فيهم لانه هن كمان بيكونوا بمراحل معينه محضرين، يعني هالاشخاص اللي بدهم يتلقوا مفروض يكونوا متابعين كمان تما يكون في موانع بتمنع عمليه الزرع عندهم هن. مثلا تعطيك مثل، اذا شخص عامل التهاب معين ما فينا نزرع له، ما بيقدر يتلقى، لانه عمليه تلقي العضو مع التهابات ممكن تعرضه لمشاكل كثير خطره، خاصه انه بده يصير في نقص بالمناعه، يعني بدنا نوقف المناعه مشان ما يرفض العضو الجديد. بقى هالاشخاص اللي بدهم يتلقوا المفروض يكونوا محضرين بطريقه مستديمه لعمليه الزرع، لانه لما بيتم الاتصال فيهم المفروض يجوا على المستشفى اللي بده يزرع باسرع وقت ممكن ويكونوا جاهزين حتى العمليه تكون ناجحه 100%. هي هون عمليه يعني لعب مع الوقت لانه بدها سرعه كثير كبيره تيقدر العضو يداين. اكيد اكيد باسرع وقت ممكن، كل ما كانت في سريعين
كل مكان احسن. في اعضاء بتنطر ساعات، بس مش معناتها انه صار فينا ننطر. كل ما كانت عملية الزرع سريعة كل ما كان أحسن. شو هن الأعضاء يلي بتقدروا تخزنون ببنك، وشو هن الأعضاء يلي دغري بالساعة تساعة بتفكر؟ هيدي الناس بتفكر أنه نحن فينا نخزن أعضاء. ما في شيء اسمه بنك للأعضاء، لا يوجد. كل شيء بيدخله الدم والدورة الدموية مفروض ينزرع فورا، يعني بيطلع من الوهب للشخص اللي بده يتلقى العضو. إنما في بنك للأنسجة مثلا مثل القرنيات، لأنه ما ندخلها دورة دموية ممكن تنحفظ لفترة طويلة من الزمن، بس أعضاء أكيد لا، ما في بنك. يعني أنا بتفكر أنه نحن فينا نفوت على البنك نشيل كلوي بنعطيها لشخص، مش مزبوط. إذا عندنا واهب أكيد في أشخاص رح يستفيدوا. هالأشخاص بيفرزهم الكمبيوتر بحسب مطابقة الأنسجة، لأنه إذا حتى إذا بدنا نزرع على شخص غير مناسب العملية رح تفشل 100%. على نسبة نجاح العمليات عندنا بلبنان تقريبا 90%، هي نفس النسبة اللي موجودة بأوروبا بأمريكا. ولأنه مطبقة عملية الماتشنج، يعني المطابقة بين الواهب والشخص اللي بيتلقى، مطبقينها بشكل مزبوط، عملياتنا ناجحه. قد ايه تقريبا نسبه هيك؟ عم نعرف العمليه سريه، بس تقريبا قد ايه عم بيصير في منه بلبنان؟ يعني السنه الماضيه فينا نقول انه كان عندنا 12 واهب. بعد برضه يعني نحن فينا نقول نسبه قليله كثير. 12 عمليه يعني تمت؟ 12 شخص كانوا بحاله وفاه دماغي وهبوا اعضائهم. طبعا الشيفر اكبر بكثير، بس في ناس نجابها برفض اغلبيه الايام. وطبعا نحن مشان هيك عم نجرب نوصل هالمساج للعالم، هذا المساج المهم حتى نقدر نساعد بعض. شو الفرق بين الكوما والموت الدماغي؟ هون كمان في عمليه لغط كثير مهمه بقصه الموت الدماغي. الغيبوبه هو لما اذا بدك بيكون الشخص اجزاء من دماغه مصابه، انما في اجزاء بعدها عايش. بالموت الدماغي الدماغ باكمله واقف. هلا فيك تقولي اوطى درجات الغيبوبه هو الموت الدماغي، يعني ما ممكن يكون في اقل من هيك. بس طبعا مريض بغيبوبه ما بنسمح لنفسنا انه نقول انه بحاله موت دماغي، واكيد ما فينا نعمل شيء بالنسبه لهالموضوع، لان العالم فكروا انه طالما حاله الموت الدماغي ما تشخصت نعتبر انه المريض بغيبوبه ومنكمل عمليه الانعاش عليه لحد ما نشوف كيف بدنا نتصرف عليه. موت الدماغي يعني خلص التشخيص موت كامل. الموت الدماغي يعني موت اكيفالون للموت. موت دماغي يعني مات. مشان هيك بس نشخص الحاله وتثبت التشخيص، وهي صعوبه بالتشخيص. نعتبر انه هذا الشخص بطل مريض، صار جدي. هون يعني ساعتها يمكن بصير عندكم لغط او مشكله صغيره مع العائله، يعني يا بيقبلوا يا ما بيقبلوا انه تشيلوا المكانات. طبعا هذا باول مرحله عمليه التشخيص، لانه هذه من اداء العمليات. بعتقد هون هذه اونه اذا بدك موجوده ومتبعه بحذافيرها. يعني عندك عمليه فحص طبي دقيقه ما بيعملها بس طبيب واحد، اكيد انا بانه انا مسؤول عن الانعاش، انا اول حكيم بقوم بالفحص الطبي. الفحص الطبي محدد بالتدرج، نعمله مثل ما هو مثل ما مكتوب. طبعا من كل فحص بنعمله بنحط ايه لا اذا موجود الريفلكس ولا مش موجود الريفلكس. فحص طبي دقيق باول مرحله، بيتبعه طبيب الاعصاب وبيتبعه طبيب الشرعي. يعني الفحص الطبي رح يعمله ثلاث اطباء كمان بفرق وقت طويل تنعطي مجال انه ما يتاثروا، ما بنتلاقى ببعضنا يعني مشان ما حدا يتاثر بالثاني. لكن فحص طبي دقيق بيكون فيه ثلاث اطباء الى اخره، بعدين بنرجع نعمل فحوصات دقيقه. اداء فحص هلا نحن بنستعمله هو عمليه تلوين الشرايين الراس. لما نحن بنعطي تلوين للشرايين والشرايين الراس ما بيتلونوا، يعني ما بفوت دم، نعتبر انه ما عم بفوت دم على الدماغ. بمجرد ما عاد فات دم على الدماغ بنعتبر انه نحن بحاله موت دماغي. طب كيف الطب بيفسر اوقات كثير من بعد تشخيص الموت ويعتبروا انه خلص هذا الشخص متوفى؟ يمكن بكثير حالات عم نسمعه وكمان بلبنان عم بيكون المتوفى يمكن بالتابوت او بالكنيسه وفجاه يرجع يعيش. اي لا، نحن هون بهي المواضيع نحن ما بنحكي عن حاله موت دماغي، بنحكي عن حاله موت انه هذا الشخص مات ورجع قام. هلا هي الغلط هي بتشخيص الموت بحد ذاته، بيكون هالشخص ما مات. اوكي، شو بتفسره يعني ضله يومين يمكن ما تنفس؟ مش يومين، في حالات كثيره
ممكن تصاب أمراض ممكن تصيب الإنسان بتشابه حالة الموت الدماغي، إنما ما بيكون بحالة موت بدو مش موت دماغي، إنه الإنسان مات بس ما بيكون ميت، بيكون بعد في عنده نبض، بس إنما الأشخاص اللي فحصوه أو الشخص اللي فحصوه منه حاسس بالنبض. في كتير أشخاص بياخدوا أدوية بتحطهم بحالة تشبه الموت، سقعة إذا سقع الشخص ممكن يكون بحالة بتشبه الموت، ولأسباب معينة بيرجع بيدفع جسمه بيرجع بيقوم، بيفكروا كان مات وقام بس إنما هو ما مات تيقوم، كان بحالة بتشبه الموت إنما ما مات، ولما بتنتفي الأسباب اللي حطته بهالحالة هاي بيرجع بيقوم. الهستيريا بتعمل هيك، النوبات الصرع بتعمل هيك بعض الأوقات. يعني هون واحد إذا كان فكروا مات وبلش عملية وهب الأعضاء ورجع عايش، شو بتعمل؟ لا، بعملية وهب الأعضاء عندنا الشخص موجود بالعناية الفئة، مش موجود ببيته أو موجود بظرف معين لقوه متوفي فيه. مشان هيك أولا خليني أنصح الناس أنه يجوا على المستشفى، لأنه أكيد في فحوصات طبية بنعملها تنأكد حالة الموت مشان ما نوقع بها المشكل هاي، دي مفروض، لأنه في أشخاص كتير بتوفوا ببيوتهم يعتبروا أنه نتوفوا ما بيجوون على المستشفى، وهيك بيصير فيها الغلط هيدا. بقى لازم يجوا على المستشفى أو يجي حكيم يقوم بتخطيط للقلب بالبيت مطرح ما هني ويشخص الموت مزبوط. هلأ موت الدماغي نحن موجودين بالعناية الفئة، ما في موت دماغي يكون موجود بالبيت لأنه في مكانات محافظة على الأعضاء. بالموت الدماغي هون مثل ما قلت لك في عملية فحص لثلاث أطباء، وفي عملية فحص دقيقة كتير دقيقة قبل ما نتلفظ بالكلمة أو قبل ما نسمح لنفسنا نقول إنه نحن بحالة موت دماغي، إنما بس تشخص حالة الموت الدماغي يعتبر الشخص متوفي، لا رجوع إلى الوراء. وتشخيص الموت كمان بيتم بنفس طريقة ثلاث أطباء و لا دقيقة. الموت لما شخص بيتوفى ببيته ويجي على المستشفى بيصير في عملية تخطيط للقلب، وبيبين على التخطيط إذا القلب واقف ولا القلب مش واقف. لكن أنتم بتنصحوا كل الأشخاص اللي حابين يهبوا أعضاءهم بس أول ما يعرفوا أنه يمكن إدمين على موت يتواجهوا على المستشفيات؟ لا لا لا، الأشخاص اللي بدهم يهبوا ما فيهم يعرفوا أنه بدهم يهبوا، يعني اليوم واحد حابب يهب ما بتعرف، يمكن يعيش كل حياته ويموت عمره 90 سنة وما يهب. هيدا الشخص عم بيعبر عن رغبة. هلا لا سمح الله صار معه مشكل، رح يجي لوحده على الطوارئ ورح يفوت على العناية الفئة ورح تتطور الأمور لتصير حالة موت دماغي، ومن هونيك طبعا المشوار بيكمل. نحن بنشكر وجودك معنا دكتور فضل صايخ. أنا بمسي. المساعدة وحب الناس أساس كل دين، والأديان كلها بتشجع وهب الأعضاء. كلمة منك بتخلص حياة كتار. قول نعم لوهب الأعضاء. حابب تعرف أكتر؟ زور موقعنا أو اتصل في